أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وجولة في بلاط صاحبة الجلالة. بنستعرض أهم العناوين والمنشطات الصحفية الصادرة في صحف القاهرة صباح اليوم. يسعدنا أن يكون معنا معلقا ومحللا على هذه الأحداث الأستاذ صبري الجندي، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. صباح الخير أستاذ. صباح الخير. صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين. نبدأ مع حضرتك الجولة، البداية من أخبار اليوم في الصفحة الأولى: السيسي بيشارك في قمة الدول الأسرع نموا في الصين. يمكن في تصريحات كمان لسفير مصر بالصين بيقول إن الإصلاحات الاقتصادية مهدت الطريق لانضمام مصر لقمة بريكس. شوفي، دي في إطار توجهات الدولة المصرية، الانفتاح على كل العالم، لم نعد أسرى علاقة خاصة مع دولة أو دولتين. رئيس لسه جاي من جولة أفريقيا، الرئيس الأخيرة أول امبارح مساء. نعم. مساء متأخر، وحيروح الصين. واهتمامنا بدول شرق أسيا كان واضحا من اليوم الأول لتولي الرئيس مهمة إدارة الدولة. وجودنا في هذه التجمعات بيفيدنا اقتصاديا وبيفيدنا سياسيا. وجود الرئيس بيخليه عنده فرصة أنه شارح للسياسة المصرية، شارح لأوضاع الإقليم اللي بتقع في مصر، شارح للمؤامرات التي تحاك بمجموعة الدول العربية اللي للأسف مستمرة واللي بتلاقي دعم خارجي وداخلي. فهذه القمة قمة مهمة جدا، ووجود الرئيس فيها مهم، ووجود مصر كمان في هذا التجمع الاقتصادي مهم، لأن هذا الاقتصاد كمان بيشكل جزء كبير من الاقتصاد الدولي ككل. طبعا، لأن مجموعة الدول نفسها هي دول منتجة وقادرة على التواجد في المحافل الدولية على الجانب الآخر من المحيط، وبالتالي احنا وجودنا كدولة محورية في المنطقة. الانعكاس أو المردود الاقتصادي لو مصر انضمت بالفعل لهذه الدول. شوفي حضرتك، هي القضية مش قضية مردود اقتصادي، قضية أن تتواجد دولة بحجم مصر وأن تستعيد دورها الإقليمي والدولي، هو ده المهم. أكيد في مردود اقتصادي، أكيد في حركة تبادل تجاري هتتم بيننا، احنا بيننا وبين الصين حركة تبادل تجاري تتجاوز المليارات سنويا من الدولارات. شوفي بقى، مجموعة الدول اللي بتشترك مع الصين في هذا التجمع سوف تحقق لنا تواجد منتجاتنا، وإحنا نقدر نجيب من عندهم، وتبادل اقتصادي وتبادل، وأهم حاجة إنك توضحي نفسك كدولة سياسيا، وهو ده المطلوب، إنه إحنا نعمق علاقاتنا السياسية، لأنه السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة. السياسة بتعمل اقتصاد والاقتصاد بيعمل سياسة. فمجرد التواجد في مثل هذا التجمع مهم جدا سياسيا واقتصاديا وثقافيا كمان. ممكن يا استاذ صبري كمان من المتوقع ان الرئيس السيسي بيفتتح فعاليات الدوره الثالثه لمعرض الصين، الدول العربيه بتشارك فيه مصر كضيف شرف، والصين كمان بتولي اهتمام كبير قوي لهذا المعرض لانها بتعتبره ايقونه التعاون بين الصين والعرب. الصين نشطه جدا اقتصاديا ونشطة جدا سياسيا، وهي العملاق الاقتصادي القادم شئنا أم أبينا، وبالتالي تواجدها في إفريقيا وتوسع، وتواجدها في المنطقة العربية أيضا يتوسع، لأنها هنا بقى دور مش اقتصادي، هنا دور سياسي، هي عايزة تحل محل قوة كبرى كانت موجودة في المنطقة ولا زالت، عايزة تحط رجليها في المنطقة بقوة، فبتحط رجليها من باب الاقتصاد. هي تعلم أن الاقتصاد هو المحرك الأساسي لحياة الناس في كل الدول دي. يعني عارفة حضرتك، عندما تتعامل مع السعودية تستورد منها أو تصدر إليها، سياسة واقتصاد. عندما تتعامل مع الدول الخليجية وهكذا، فهي تدخل المنطقة من باب الاقتصاد. ودخلت إفريقيا من باب الاقتصاد، وتواجدت في إفريقيا من باب الاقتصاد. هذا هو الذكاء، أن تتواجدي بما تملكيه من مميزات ومزايا. هي لديها، وعارفة أن الدول دي بتملك موارد غنية وثروات كبيرة طبعا جدا. لا، وكمان بس مش كده، الدول دي كمان لديها رغبة أن تجد بديل سياسي في علاقاتها، أن توسع من حجم علاقاتها، ألا تعتمد على علاقات معينة في الغرب أو في أمريكا. هي عايزة تبقى عندها
علاقات متوازنة مع دول العالم مع الدول المختلفة. وبالتالي الاثنين الجانبين مهم جدا التقارب بينهم. وهذا المعرض الذي دخلت به الصين من باب الاقتصاد هو معرض سياسي بالمقام الأول. طب خلينا نروح لخبر تاني يا أستاذ صبري من جريدة الأهرام في الصفحة الأولى. مميش للأهرام 11 صناعة ثقيلة بمحور قناة السويس وعروض بريطانية وسويسرية وقبرصية للاستثمار في محطات تموين السفن العملاقة، سيتم اختيار الأنسب منها. الخبر ده أولا ده تصريحات واخدة منشطة الأهرام النهاردة. نعم. ودي تصريحات للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس هيئة تنمية قناة السويس، الاثنين مع بعض. بس هذا التصريحات هذه التصريحات غريبة علي على ودني لسبب بسيط، لأنه هذه المنطقة أسند تخطيطها لمكتب عالمي والدولة أقرت هذا التخطيط، وفي التخطيط فين هيبقى إيه؟ يعني في المكان الفلاني صناعات كذا، والمكان الفلاني صناعات كذا، والمكان الفلاني بيوت، والمكان الفلاني كذا. طيب الرئيس الهيئة السابق الدكتور أحمد درويش قيل أن من ضمن أسباب عزله أو إقالته سفرياته الكثيرة للدول. في الخبر اللي قدام حضرتك أو في التصريحات أنه سوف يسافر إلى مجموعة دول سبق أن زارها الدكتور درويش، منها سنغافورة. منها سنغافورة مثلا. بالعكس الدكتور درويش كان عامل اتفاقيات أو كذا. احنا شايفين مجهود كبير حضرتك للترويج للاستثمارات للمنطقة وجذب مستثمريها. أنا ما عنديش مشكلة. أنا عايز أعرف اعتراض حضرتك. لا أنا ما عنديش مشكلة، أنا عندي مشكلة في إنه حضرتك عندك تخطيط للمنطقة والصناعة دي فين؟ فدلوقتي بتقولي صناعات جديدة أو حاجات جديدة، طب التخطيط اللي دفعنا فيه ملايين ده حد يطلع يقول لنا لا احنا ملتزمين بالتخطيط اللي دفعنا فيه ملايين وقعدنا فيه فترة طويلة عشان يتعمل وعرض على الرئيس وأقره؟ دي واحد. اتنين، طيب انت رايح تعمل، حضرتك محتاج توضيح بس للصورة الأكبر. هل المشروعات دي هي ضمن التخطيط ولا مشروعات رميتوا التخطيط وعملتوا حاجة جديدة؟ نعم. الناس تعرف يعني عشان فلوس المصريين دي ما تبقاش رايحة كده. وبعدين حاجة مهمة جدا، السفريات دي هل بتكمل على اللي فات؟ طب اللي فات ده كله في السنتين دول او السنه ونص دول اللي تولاهم الدكتور درويش راح فين؟ ما هو برضه ده حد يقول لنا يعني بتكمل عليه اهلا وسهلا. نسفته كله بتعمل من جديد قول لنا انه كان في اخطاء كذا وكذا وكذا واحنا بنشتغل كذا وكذا. ومع ذلك زي ما حضرتك قلتي احنا نشجع اي استثمار ياتي الى مصر لانه هذا الاستثمار معناه عماله جديده، معناه منتجات جديده. بس هقول لحضرتك هنا بقى أيهما أولى؟ إن إحنا نعمل خدمات تموين السفن العابرة للقناة وعندنا شركات بالفعل بتعمل ده، ولا نجيب خبرة من برة أو شركة من برة تعمل ده؟ برضو حد يقول لنا إيه عيوب ده وإيه مميزات ده عشان الناس بس ما تقعدش تقول حاجات وتدي فرصة للمتربصين لبلدنا إنهم يقولوا ما أنتوا صرفتوا فلوس، ما أنتوا عملتوا مش عارف إيه. إحنا محتاجين دائما الشفافية والتوضيح فيما يتعلق بكل ما يعني الناس. بس يعني برضو مميش كان صرح ان في القناة حققت زيادة قدرها 58.2 مليون دولار في الإيرادات خلال الفترة من مارس حتى منتصف شهر يوليو الماضيين، وده مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي وبنسبة نمو 2.8%. ده بيرد اولا ده معناه انه حركة التجارة العالمية بدأت في التحسن، وبيرد على انه اللي بيهاجموا القناة الجديدة او التفريعة الجديدة انها مش مجدية اقتصاديا. لو ما كانش عندنا القناة الجديدة ما كانش قدرت حركة الملاحة في القناة تبقى بالسهولة دي فتجتذب سفن جديدة. او امبارح كان في اكبر حاملة حاويات تمر في قناة السويس منذ إنشائها 221 ألف طن ومرت بسلام. إحنا زي ما بنشوف الحاجات اللي عينينا بتقع عليها في الخطأ لابد أن نعترف أن هناك إيجابيات وأن نشيد بيها وأن نقدرها وأن نطالب بتعظيمها. يعني ما نبقاش كل الناس بتنقد لمجرد النقد، إحنا ننقد بس ننقد في الأصول. لما نلاقي حاجة كويسة نقول دي كويسة، لما نلاقي حاجة وحشة نقول وحشة. ووحشة ليه؟
وكويسه ليه. نعم. مش بس الهجوم على الدوله المصريه لمجرد الهجوم، لان الكل بيحب مصر وكلنا بنحب مصر، انها مصلحه مصر ورفع شأنها هو ده الاسمى هدف لكل مصر. انا مع حضرتك، احنا لابد ان نعترف ان كلنا بنحب مصر، بس كل واحد بيحب مصر بطريقته. نعم. وكل واحد بيحب مصر حسب رؤيته. انا ما عنديش مانع تحبيها ازاي، انت حره، بس المصلحه لازم تكون واحده، لا تتآمري على مصر ولا تخوني مصر. حبيها زي ما انت عايزه، حبيها بالطريقه اللي تعجبك، بس لا تآمر ولا خيانه. صح. خلينا نروح لجريده الجمهوريه. عقود النووي على مائده الحكومه، شاكر بيستعرض مع قيادات المشروع ملامح العمل بالضبعه، 70 كادر جاهزا للمشاركه. هذا المشروع الذي بدأ في الستينات وانتهى ثم عاد بقوة، انتهت كل الدراسات وانتهت تقريبا التعاقدات، وبقى أن يتم البدء في التنفيذ، وهذا سوف يحدث هذا العام إن شاء الله. المحطة مش هتخلص بكرة ولا بعده، هتاخد سنوات. كل عناصر الأمان النووي موجودة في المحطة. الشروط التي تقدمت بها روسيا لإقامة المحطة شروط جيدة. الذين يتخوفون من أن هذا عبء على اقتصاد الدولة ما يخافوش، لأنه مدروس كيف تستعيد هذه المحطة، تكلفتها وإمتى وإزاي. نعم. نروح لجريدة المصري اليوم في الصفحة الأولى. وزير النقل: لا خصخصة للسكك الحديدية، خطة عاجلة لصيانة الجرارات ولجنة لمراجعة أنظمة التحكم. يعني من ضمن تصريحاته كمان ان السماح للقطاع الخاص ده بغرض تحسين الخدمات ورفع كفاءة المرفق اللي هو بقاله 166 عام. بعد كل حادثة قطر، واحنا عندنا الحوادث للأسف كتيرة، تسمعي هذا الكلام. يعني حضرتك كنت مواطنة عادية تتوقعي ان الوزير او الحكومة تطلع تقول هذا الكلام. انا اذكر انه قبل 2011 كان الوزير محمد منصور، المهندس محمد منصور، جاب جرارات ومن امريكا وقال جابها فعلا. طب هل هي مشكله الجرارات ولا مشكله الانظمه في الشبكات وتحويلها من يدوي لالكتروني بالنسبه للاشارات لا هي مشكله المصريين، احنا مشكلتنا كبشر. يعني بعضنا عدو التقدم، بعضنا اتعود على شيء ومش عايز يغيره. انا بتكلم على العاملين. وبعضنا مخرب، حتى بالإهمال، حتى بالصمت، مش بالضرورة يكون هو ناوي يخرب، لكن كون أنه يهمل صيانة معدة أو يهمل اتباع الإرشادات المطلوبة لتشغيلها فده تخريب. هو مش قصده يخرب، لكن هو تساهل. وبعدين عندما يغيب مبدأ الثواب والعقاب، هتشوفي اللي احنا بنشوفه. حضرتك مثلا عندنا مصنع المحلة واقف بقاله كام يوم و عاملين مظاهرات، 16-17 ألف مواطن بيشتغلوا فيه دون وجه حق، مع أن متوسط أجر العامل 4,588 في الشهر. يعني لو يدراع الدولة وتخريب اقتصادها لا يمكن يكون ده عفوي، لا يمكن يكون ده من غير محرك. وكمان الدولة التي تصمد أمام تجاوزات مجموعة من العمال أيا كان عددهم فيما ليس لهم حق فيه، عارفه لو لهم حق كلنا نقف وراهم، لكن ليس لهم حق وهم يعلموا هذا. لكن هو لو يدرع الدوله، اذا الدوله وافقت على لي زراعها يبقى ده تشجيع للاهمال وتشجيع لعدم الشغل. وبعدين قولي لي، طب الايام اللي وقف فيها المصنع دي خسر كام مليون وهيدفعوا لهم كام مليون؟ يعني انا بكافئه على انه خسرني بالاستجابه لمطالبه الغير صحيحه والغير مشروعه للاسف. فده جنب السكة الحديد، جنب أي حاجة تانية، هو ده المنتاليتي، هو ده الفكر. كلها للأسف ما احنا محتاجين ثورة بجد بقى، مش ثورة تخريب، احنا محتاجين ثورة للإصلاح الإداري، ومحتاجين تنفيذ رؤية مصر 2030 على أرض الواقع. انت محتاجة جراحات، زي ما الرئيس بيعمل قرارات مؤلمة، عشان رغم ان احنا بنعاني كلنا منها، انا وحضرتك واي حد موجود في الشارع بيعاني من هذه القرارات، لكن هذه هي الجراحات. نحن نحتاج جراحة تبدأ بالإصلاح الإداري وتبدأ وتطبيق القوانين والعقاب. كمان ومبدأ الثواب والعقاب. اصل احنا عندنا مشكلة، طول ما حضرتك بتطبقي القانون بشكل انتقائي
هتلاقي المظاهر يكون القانون بشكل عادل ومساوي على الكل، معصوب العينين وعلى الجميع. ما تقوليش انا ابن مين وانا فلان وانا بشتغل ايه، لا انا مواطن اخطات وحسب بالقانون. طب خلينا نروح لجريدة الأهرام. آخر موعد لتلقي رغبات الدبلومات الفنية بعد غد. الأعلى للجامعات بيبحث خطة العام الدراسي الجديد اليوم. النهاردة في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في الأسكندرية بتستضيفه جامعة الأسكندرية بعد الساعة 12 إن شاء الله، وأنا خارج من هنا على هناك. بس عايز أقول لحضرتك أنه هذا العام الدراسي الجامعي تم الاستعداد له جيدا. كل الجامعات تقريبا انتهت من استعداداتها لاستقبال الطلبة، هم دلوقتي شغالين في الأعداد اللي راح لها من مكتب التنسيق، وكل أعمال الصيانة وكل أعمال التجديدات قدم وساق شغالة في كل الجامعات 24 جامعة حكومية. الوزير النهاردة بيترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات عشان يناقش مجموعة من الضوابط اللي مطلوبة لأداء العام الدراسي الجديد. يعني إن شاء الله عام دراسي يبدأ جيدا كما بدأ العام الدراسي الماضي 2016-2017، ولم تشهد أي جامعة الحمد لله حدث واحد يعكر صفوها. بمجهودات الحكومة والوزير السابق الدكتور أشرف شيحي، هذا الوزير الحالي الدكتور خالد عبد الغفار سوف يمضي، منذ أن جاء سوف يمضي على خطى من سبقوه، ونشهد عام دراسي جيد إن شاء الله. طب خلينا نرجع لجريدة أخبار اليوم وصفحة الأولى. العلاقات المصرية الإيطالية بتتحدى أزمة ريجيني، أصابع قطرية وراء محاولة تقليب الرأي العام الإيطالي ضد مصر. خلينا أقولك إنها كانت أزمة كنا صادقين فيها، وللأسف مصريين شاركوا وساهموا في تأجيجها، وشاركوا وساهموا في تشكيك الحكومة الإيطالية في ما قالته مصر منذ اليوم الأول، وكانوا عايزين يقدموا ضباط مصريين كبش فداء لهذه القصة. لكن تأكدي حضرتك أن الموقف المصري كان ثابتا وواضحا في كل مراحل التفاوض، عندما جاء الإيطاليون إلى مصر أو ذهب المصريون إلى إيطاليا. وبالتالي اكتشفت إيطاليا بعد كل هذا الوقت وكل هذا الجفاء في العلاقات أن موقف مصر صحيح وثابت وصادق، وبالتالي عادت العلاقات رغم محاولات البعض داخل مصر وخارج مصر. طب خلينا نروح لجريدة الأهرام. شخصيات وكيانات جديدة على لائحة الإرهاب البحرينية. خادم الحرمين الشريفين بيلتقي الشيخ عبد الله الثاني، ورحلات جوية لنقل حجاج قطر، قائمة سوداء خليجية للشخصيات المتآمرة على الدول المقاطعة. أولا فشلت محاولة تميم في أنه يمنع القطريين من الحج، وفشلت محاولته ان يرمي العبء على السعوديه. الان جلاله الملك سلمان قرر انه يستضيف القطريين الراغبين في على نفقته الخاصه وارسال كمان طائرات سعوديه وحمايتهم جوه الاراضي السعوديه، لانه لازم نفرق بين حاكم او حكومه وبين شعب. نعم. العلاقات بين الشعوب دائمة ومستمرة. الحاكم يأتي ويذهب مهما قعد، لو قعد 100 سنة حيمشي، لكن اللي باقي هي الشعوب. وبالتالي لازم نفرق بين علاقتنا بالشعب القطري، علاقة الدول العربية بما فيها مصر بالشعب القطري، وعلاقة الدول العربية بالحكومة القطرية أو بالحاكم القطري. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا ادينا القطر حجم أكبر من حجمها بكتير، ونجحنا احنا نجحنا في تنفيذ رؤية تميم انه عايز يبقى كبير، فيعمل عارفة حضرتك زي الطفل كده اللي عايز يلفت النظر فيرمي بومبة او بالونة، يفرقع بالونة عشان يلفت النظر. احنا ساعدناه على لفت نظره وكبرنا حجم هذه الدولة الصغيرة جدا بشكل غير طبيعي. لكن عايز اقول لحضرتك احنا عملنا ده لانه اكتشفنا
بالفعل تآمر هذه الدولة أو الدولة على أشقائها لصالح أجندات خارجية بتدفعها إلى هذا. واحد بيحرضه أو مجموعة بتحرض، وواحد عايز يبان أنه فتوة وهو صغير قزم كده، زي محمد صبحي، فاكر حضرتك المسرحية اللي يشيله قوله ما تقدرش، هي كده. فإحنا ساعدناه على ده. خلينا بقى نعترف إحنا كمصريين وكعرب إنه هذه الدولة لا تؤثر فينا على الإطلاق، لكن إحنا بحماسنا المعتاد وخلينا هذه الدولة تساوي شيء وهي لا تساوي شيء. عايزين نرجع بقى تاني إحنا ندي الدولة دي حجمها ونترفع عن الصغائر، بس ناخد بالنا من الخطر إذا كان هناك خطر. نعم، بنرجع لجريدة الجمهورية، بنختم مع حضرتك الجولة بآخر خبر منها، إحباط هجوم جديد في إسبانيا بعد ساعات من حادث برشلونة، والضحايا من 34 جنسية بينهم مصريون. ترامب بيثير جدل بسبب تغريدة على تويتر عقب هذه الجريمة. شوفي حضرتك، عارف المثل البلدي اللي بيقول اللي حضر العصريف العفريت يصرفه؟ فإحنا هم اللي حضروا العفريت، وتصوروا أن النار اللي ولعوها في أماكن مختلفة من العالم لن تصل إليهم، لكن للأسف اللي آسف يعني بيربي ديب وتوحش هذا الديب لازم يأكله أو لازم يهاجمه. ما يحدث في كل الدول الأوروبية تحديدا، عارف حضرتك ألمانيا فرنسا ده وصلوا فنلندا البلد الآمنة التي لا تسمعي لها صوتا وشعبها آمن ومسالم، راحوا هناك ليه؟ لأنه هم عايزين يخلوا العالم كله في صراع، والعالم كله قائم على نار وجالس على نار، وبالتالي هم بيضربوا ضرباتهم بهذه الطريقة الجديدة، طريقة الدهس المتكررة. نعم. في كل الدول، بعيد في فرنسا عن الأسلحة لأن خالص في إجراءات أمنية بعيد عن الأسلحة مطبع. وبعيد عن أنه شكلهم يبقى يلفت النظر، واحد راكب عربية سائق أو صاحب العربية ما تعرفيش ويدخل في الناس وهم ماشيين أو هم قاعدين يعورهم ويموتهم ويهرب. دي طريقة جديدة زي ما حضرتك قلتي، ما هناك ما يقدروش يدخلوا بأسلحة أو ما يقدروش يصنعوا قنابل زي عندنا أو ما يقدروش يدخلوا من المواني والمطارات بالتهريب أو بالوسائط أو بالفلوس. وبالتالي هم لقوا طريقة مختلفة لزعزعة استقرار هذه الدول التي كثيرا ما دافعت عنهم بدعوى حقوق الإنسان. الشرطة الإسبانية كمان قبضت على 4 منهم 3 مغاربة وواحد أسباني، للأسف القوميات القريبة منهم أو المقيمة لديهم. أنت عارفة أسبانيا جنوبها المغرب، فهي دي قريبة منه، يعدي جبل طارق المضيق، أو هو قاعد عنده لأنه الأسبان عندهم توانسة ومغاربة عندهم عرب يعني. نعم. وبالتالي دول اللي تربوا في حضن هذه الدول فأخبرينها كويس، وبعدين دول اللي جندوا بدعوى الدفاع عن الإسلام. طب أسبانيا ما هي دي دولة كانت الفتح الإسلامي كان الأندلس يعني مش كده، وكانت حضارتها ومعمارها إسلامي حتى هذه اللحظة. لكن احنا بنقول انه الذين ربوا وخلقوا داعش هم الذين يكتوون بنارها الآن، والذين يدافعوا يهاجمون دولة زي دولة مصر أو أي دولة بتدافع عن نفسها بدعوى أنها تقضي عليهم دون محاكمات ودون وقتل على الهوية وعلى المشاع، هذه الدول الآن تصنع ما صنعته مصر، لأنه مش هتستنى لما تقبض عليه وهو بيموت لها مواطنيها، بتقتله، وإذا نجحت في القبض على هارب أو واحد كان في مسرح الحادث وجابته بتحكمه. احنا بنعمل نفس الحكايه. نعم. اذا كان لدينا اصلا، انا مش هروح لواحد بماسك رشاش او قنبله او حزام ناسف وطبطب عليه واقول له تعالى يا ابني حكمك او تعالى معلش معايا عشان يهمنا، بس ما ينسبش الدين الاسلامي للارهاب الاسلامي زي تويتر بتاعت الرئيس الامريكي دونالد ترامب. هقول لحضرتك كمان ايام حملته كمان هو كان معادي للاسلام فعلا، وقال الكلام اللي هو قاله على التغريده وما يصنعه الان ترامب هي مصالح أمريكا الاقتصادية والسياسية. نعم. لكن هو له وجهة نظر في الإسلام. خليني أقول لحضرتك بس أنه
نحن الذين نعطي للآخرين فرصة لوصم الإسلام دين التسامح والمحبة والسلام والأخاء ودين العقل بأنه دين إرهابي، لأنه نعم. تصرفاتنا كلها هي التي تعطيهم هذه الفرصة. احنا في النهاية بنشكر ضيفنا الأستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، شكرا لحضرتك. أنا اللي بشكرك وحكرر أقولك ابتسامتك، أشكرك على ابتسامتك الجميلة والرقيقة. مرسي حضرتك. مشاهدينا الكرام، فكرة هذا الصباح مستمرة معكم، نتعرف الآن على أهم الأخبار الاقتصادية. حسام الدين عاطف.